إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا ووالدينا وأحبتنا وجميع المسلمين من النار. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، واعلموا أن أجسادكم على النار لا تقوى، واجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، وإياكم والظن فإنه أكذب الحديث. عباد الله، في الخطبة 20 حول مداخل الشيطان، نتحدث اليوم عن مدخل خطير من مداخل الشيطان، وهو الظن السيء. الظن السيء إما أن يكون ظنا سيئا بربك وخالقك سبحانه وتعالى، وإما أن يكون ظنا سيئا بعباده. والله تعالى نهانا في سورة التربية، سورة الأخلاق، سورة التعليم، سورة الحجرات، نهانا عن سوء الظن، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا. فبين الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين المتقين خطورة الظن السيء، وأنهم ينبغي عليهم اجتنابه، وأكد ذلك حبيبنا ورسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام، حيث قال: إياكم والظن، إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا. تأملوا معي الذي يجمع بين الآية والحديث، الذي يجمع بين الآية والحديث أن الله تعالى في كلامه وفي كتابه ربط بين الظن السيء وبين التجسس، وكذلك ربط الحبيب عليه الصلاة والسلام في الحديث بين الظن السيء والتجسس، وكلاهما مرتبطان. فإذا ظن الإنسان بأخيه ظنا سيئا فإنه يتجسس عليه ويتسمع أخباره، ويريد أن يتأكد هل هذا الذي وقع في قلبه من الظن السيء صحيح أم لا، فيبحث ويتجسس ويتسمع الأخبار ويطلع على العورات ويبحث عن العيوب، ويريد أن يتأكد هل ذلك الظن الذي ظنه صحيح أم غير صحيح. ولذلك أرشدنا الحبيب عليه الصلاة والسلام إلى علاج هذا المرض، علاج الظن السيء، لأن الظن السيء خرب كثيرا من البيوت. الظن السيء بين الزوج وزوجته، الظن السيء بين الأخ وأخيه، الظن السيء بين الأخ وأخته، الظن السيء بين الصديق وصديقه، الظن السيء بين رب العمل
ومشغله، الظن السيء بين الموظف وزميله، الظن السيء بين المسافر ورفيقه. كم خرب الظن السيء من العلاقات المحبوبة، كم خرب الظن السيء من العلاقات بين الأحباب، كم خرب الظن السيء من العلاقات الودية الأصيلة، وكم خرب الظن السيء بين الأرحام، وكم شتت الظن السيء من الأرحام والعلاقات الطيبة. فأرشدنا الحبيب عليه الصلاة والسلام إلى العلاج منذ البداية، منذ بداية هذا الظن السيء. هاك العلاج النبوي، هاك العلاج من الحبيب عليه الصلاة والسلام، حيث قال: ثلاثة لا يسلم منهن أحد، ثلاثة لا يسلم منهن أحد: الطيرة والظن والحسد. هذه الثلاثة لا يسلم منها أحد، بمعنى أن كل واحد لا بد أن يكون في قلبه شيء من هذه الثلاثة، قل أو كثر. والحديث له طرق، يعني هذه الرواية التي رويت لكم فيها ضعف في سندها، لكن الإمام ابن حجر ذكر لها شواهد تقويها، بمعنى أن معنى حديث الحبيب عليه الصلاة والسلام فهو صحيح. أي واحد منا لا يسلم من أحد هذه الأمراض الثلاثة، لكن أعطانا العلاج عليه الصلاة والسلام. أي واحد فينا لابد يكون في قلبه شيء من الطيرة والتطير، أو شيء من الحسد، أو شيء من الظن السيء، ثلاثة لا يسلم منهن أحد. فما العلاج يا رسول الله؟ ما العلاج يا حبيب الله؟ قال: إذا ظننت فلا تحقق، وإذا تطيرت فلا ترجع، وإذا حسدت فلا تبغي. علاج كل واحد من هذه الثلاثة. الأولى قال: فإذا ظننت فلا تحقق. إذا ظننت ظنا سيئا، شفتي شي حاجة في شي واحد، أو شفتي شي حاجة في ولدك أو في زوجتك أو كذا، وقع ظن سيء في نفسك، قلت هذه الإشارة أو هذه الشوفة أو هذه الكلمة أو هذا راه المقصود بها كذا وكذا، فلا تحقق. ما تديرش تحقيق على ذاك الظن وتمشي تبقى تجسس وتأكد وتسول ويعني وهكذا. فإن الذي خطر الظن السيء هو ما بعده، لذلك قلت لكم إن الله تعالى ربط بين الظن السيء والتجسس. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال يعني إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا، بمعنى أن الذي الخطر الذي يتجلى في الظن السيء هو ما بعده من التجسس وتسمع الأخبار والتحقيقات، ويعني بلغة الشرطة الآن تحقيق، يعني يتأكد، يريد أن يتأكد هل فعلا ما ظننته صحيح أم لا. فلذلك قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: علاج الظن هو أنك إذا ظننت لا تحقق، فإذا ظننت فلا تحقق، يعني يحضر لديك التغافل وليس الغفلة، ما تكونش الغفلة ولكن يكون التغافل. فإذا ظننت فلا تحقق، وإذا تطيرت فلا ترجع. التطير الناس كيتطيروا كيتشائموا بفلان، وصبحت على فلان، إذن الناس كيقولوا إلا صبحتي على فلان نهار غادي يكون كحل، إذن أنا قاع ما نخرجش اليوم مادام صبحت على ذاك فلان اليوم قاع بلا ما نمشي للخدمة، نهار غادي يخرج. فلا ترجع. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا تطيرت، إلا وقع في القلب ديك شيء من التطير مما يقوله الناس عن فلان أو عن شخص أو عن شيء، فلا ترجع، فإنك إن رجعت فقد وقع في قلبك التطير، وهو نوع من الشرك الأصغر، وإذا كثر صار شركا أكبر. وإذا تطيرت فلا ترجع، وإذا حسدت فلا تبغي. إلا وقع في قلبك شيء من الحسد لشخص معين فلا تبغي، أي لا تظلمه ولا تعتدي عليه، لأن من سيئات الظن السيء الحسد، وإذا وقع الحسد يقع ما بعده من البغي ومن الظلم ومن الاعتداء. ولذلك الله تعالى حذر من خطر الحسد، قال: ومن شر حاسد إذا حسد. ومن شر حاسد، ماشي وقوع الحسد في قلبه، هذا راه كيوقع في قلوب الناس، يعني مرض، نسأل الله تعالى أن يعافينا وإياكم جميعا، ولكن في الخطر إذا حسد، بمعنى إذا
تابع ذلك الحسد وجاءت بعده أفعال وجاءت بعده يعني أفعال يريد بها ظلم والبغي على المحسود. نسأل الله تعالى أن ينجينا وإياكم من هذه الأمراض وأن يقينا وإياكم شرور الظن السيء والحسد والبغي والتطير. آمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، إن من أول أو أوائل الذنوب التي وقعت على الأرض الظن السيء الذي تبعه الحسد، ثم بعد الحسد وقع القتل، وذلك ما وقع في قصة ابني آدم، حيث ظن أحدهما بأخيه سوءا، ثم بعد ذلك وقع في قلبه حسد أخيه، ثم بعد أن حسده سعى في قتله، فلما قتله كان من النادمين وكان من الخاسرين. هذه خطورة الظن السيء، ولذلك حذرنا ربنا عز وجل وخاطبنا بخطاب الإيمان. لم يقل ربنا يا أيها العصاة، يا أيها المذنبون، يا أيها الضعفاء الإيمان، وإنما قال يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. الظن قد يكون بعضه قليله صحيحا، ولكن أغلبه غير صحيح. قال ربنا عز وجل إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينجينا وإياكم من أمراض القلوب، وأن ينجينا وإياكم من أمراض الأبدان، وأن يرفع عنا وعنكم البلاء والهم والغمة. نسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم، وأن يحفظ أبناءنا وبناتنا ونساءنا ومجتمعاتنا من هذه الأمراض والأدواء، أمراض القلوب وأمراض الأبدان، وأن يرفع عنا وعنكم هذا الوباء هذه المصيبة التي استفحلت وتأتي كل يوم على كثير من أحبابنا وشيوخنا وأساتذتنا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم، وأن يرحم من فقدنا بسبب هذا الوباء وغيره برحمته الواسعة. اللهم اكتبهم عندك في عليين، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لاتخاذ الاحتياطات والاحترازات الضرورية، ولا يغني حذر من قدر، ولكن المطلوب للمسلم أن يتخذ احتياطاته. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم وأن يهدينا وإياكم سواء السبيل. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أوردنا حوض نبينا، اللهم اسقنا منه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم من كان منا مريضا فاشفه، ومن كان مبتلا فعافه. اللهم رب الناس أذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي ألما. اللهم من كان مهموما فأزح عنه همه، ومن كان مدينا فأدي عنه دينه. اللهم فرج كربات المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، واغفر لوالدينا وارحمهم، ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات. اللهم وفق حكام ولاة أمور المسلمين لما فيه خير وعزة الإسلام والمسلمين. اللهم وفق واعن ملكنا محمد السادس لما تحبه وترضاه. اللهم أصلح به البلاد والعباد، اللهم اجري الخير على يديه يا رب العالمين. اللهم أصلح ولي العهد الأمير مولاي الحسن وسائر الأسرة الملكية يا ذا الجلال والإكرام. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.